الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وكتاب قني الفقه المنهجي سيبا وحير كجرني باذذي أحكام دي إلهي باذذو أيين كجرني سيبا قاب كيل لو يبوهين أيي مددي لو يبوهين أيي يمشي لغا يبوهين أيي وعلى شيخ الثاني المرلبات إذا عرب مركا وقرتا وقون صدقفك وصفاتها سفوين كائلا ذهي ومميزاتها إيوح كسو عيوح يالي كري نادى عليها وكل واقية ويبوهين ذاكرة لسقو شقية بعض صفاتها سفوين كذا قاركد التي سفوين كسو من شانها رقادة وكمديهي أن تنبيها إلي برارجس فاقدها كيوة إليها حق ذلك برارجس ولا يتوسع بذلك سفوين كاية المامها شاقد أذنا واسعين ما يوب اللارين ما يوب ذين ما يوب كي لا يعرف سعر وقرني صفاتها سفوين كاذا من لا يستحقها مدى المدنين وفيدعيها وشاكتو وربما أخذها الأركين وكوكا ترى ظلم وباطلا ظلم يباطل وكوكا ترى والأركان وحينا ذي العلماء مركة كوباد شيئا أهلي بعددا وإنو أقوان صدى تلمام هذا إيا سيبوين كذا إيا تشيسي كذا إيا نوع هذا إيا ويل كذا إيا أفحر كذا إيا وحيارها كو حيران ورنم وإنو أقوان صدى مرلباد مركا وقوان صدو سيفوين قيات المامه بادي اصلا دحي وحيالا مميزات كاهده كسو عيه وحيالي كالي وكو نواقي مركا سو انو بادي دا هلي او وحيو ايو كو نواقي ودتك وقيسين مركا وقيسين ايو شاق ايانا سيفوين قيات المامه الا دحي وحكم مدى ايو شاق ايانا وحيارها سو يعني كبرى روشين كرا قوكي وايي كبرى روشين كرا نافع حرابان هري ويشينا اما جيلا ايان هيا اما اللقا اما اريا لعقبان هيا يعني ويرو السيفوين قاد يتي المامي اذا وحكا مدى وشيقا سي قوكي مركا دي اي كام مغالي مركا ليلا لعقبان لهري أما نافع ريابان هيا أما يعني نافع لعبان هيا دي مركاسي وقو براروغو ومركاو دي ويمادو سيفوين كيات المامهنا واسعين ما يوب اللارين ما يوب دين ما يوب وينو دي شيئ سيفوين كي سيبا ودا شيئو لعق دولار ربان هراي وطريد دوين داتحاي وشندد عين كاسي كو چرتا وعنك بقول بقول ما قد قدر حدو إلى حدو دي ميتوغا بيسك صباح يورانا يعني أي عالي واحد مركا عدد كي شيغان إيا أدكو كرا سارتاي ما جيرتو وإن أترى هذا اللعق دولار ربان هلاي مركا كي شيغان إيا وإن مركا أترى هذا دي شيكتا وحي كو جيرتي وإنو شيكتا وحيال هايكا كوبرايد وإنو شيكتا إيا لدور إيا مركا سيبوين قاد يتلمامي هذانا وإن أنو هذا الشيئين سيانو ده أقرانين وأنو مركا أبو حفظي سيبوين قادا ميدان مضانين وكيل حانا حينو ده ترين دو شيكتو ده وظلم يبادل كوقاتو ثالث المرصد حادي ده كان شيء وذابار كبير شيء مركو يهي أرهن وين مدلم ويتأصف عليه وكمر ونفاقده كوايا زمن طويل وقت دير عرفه سنة هل سنة أيوه يبو هنا كما ثبت في النص سي نسك قصوناتي لأنها لو كانت لمسافر حضي قوس عطاو سوناتي يغليب واحد بدل أن لا يغيب عن مكان فقده إنا نكم مغلانين ماشو كواي أكثر من سنة سنة وحكبضا يعرفه كل يوم مرتين ما رنك السوح يبو هنا لبتشير لمدة أسبوع هالويق ثم كل يوم مرة ما رجس هالمر أيوه يبوهن أسبوعنا آخر أسبوع كريم
ثم كل أسبوع مرة أسبوعي هل مر أي مركة يبوهن أيام ليتم سيود ماذا سبعة أسابيع تدوى أسبوع سيود ماذا ثم في كل شهر مرة بشيك سهل مر أي يبوهن أيام وزيد والك ريي يعني يبوهن دي في الأيام الأولى ما المهر لأن طلب دوريتانكو يكون فيها أشد أيضا يضرهان أيام مدبضا وهذا التحديد حديد داسرة اجتهاد واجتهاد يددال استحبه العلماء وعلماء ايسون ايسان ايش على ايسان وإلا هديك لف المطلوب وحقفك لقرب وحوية تعريب يبوهن حسب العادة استهد بعدد وأي تهيم بحيث زوية تنبه وبرارك يا صاحب الحق كي حقنا إلى حقه وكبرارك ويصل إليه ومركا كقاري وحي الله العلماء مر صدحات هادو شيء يعني هي شيء أرهن وين له شيء قنبادي ذاهي وشيء أرهن وين يقيمة وين له وين بدن كم مرغون يقف قواي ولا عقب ربضان وذهب وحوره وحوقف قاهري ويبوهين يا حلصانو أيو يبوهين يا سيدي النسكة خصقناتي نسكة وتلمام يانا وحوهي وحديث جي هوري أي نوغوصة هوري مشروعية اللغة ثم عرفها سنة سنة ديبوهي أيو حديث ياسيني مركز أقوصته وحي نصمر حديث كريم أو يساقونا شيء إن أبي بن كعب ولا يهي أو يسنا شيء إنه سراء يهري كيشد أما كيش وهري أي بقول دي ناركو جيران أو صدح سندودين يبوهيو نبي صلى الله عليه وسلم وفريم تاوح إلا يهين إمام النووي سيد شرح المسلم أو كو تلمام أيو صدح ذا سنوحا لقو حنبار يا أما بأي تلمام يساوون وحل الميرشا أيو إيه مركا وناك ليراد هو لكورديي علماء المسلمين دو حيكو إجماع سيين ويسكوا بقسيهين هل سنة إن لا يبوه يمر دو شيء وشيء وينو قيمة لياي إن مركا لوكا بدوميو عيد الشرط دي علماء المسلمين دا كم دا صدع سنة إن لا يبوه يانا مجرتو مركا سنة كا أيوم با مركا أصلا وحي مركا كد ليراد يقفكو يبوه يانا وحوا يواحر الميرا شرديريو إيه مركا فضيلة إيه وناك وكورديي محايا لا سنتك لو يبوهين يا أفرتي فصلبا ولا يبوهين يا أيها الدياء قبص عطاهي وحنا يكلو مينا دي وحب بضان إنا نمقرانين وميشي وكوا يا سنت وحك بضان إنا نمقرانين سيدي يقابك يا دبا لو يبوهين يا وحي لادين ويقوه الرئي ما رنديب الله بچير أيو يبوهين يا أيو قلن كوري قلن كدن بي أيو يبوهين يا ويغا كوحيغا مارين دي هل مر ويغا وريا واحد من القرن قولي قرن كدام ويبوهين ويغا يو سبوع كوحيغا هل وقتهم مو يبوهين ايا كدب اسبوعي هل مر ايوم مو يبوهين ايا تضبا اسبوع معنى مدن لبا برودة ايا مركا وصدا قوض ايا لبا دا برود وحي كدام بايا بشيبا هل مر ايو يبوهين ايا marka wiigii hore waa la koriyay wiigii labaad iyo waa la koriyay boohinta laana doonitaanka uu qofku doonayo xilligaas ayuu badan yahay wiiga hore iyo wiiga ku xiga iyo wiiga ku xiga ila labada bilood ee hore ayuu badan marka waa in yaboohintii ayadana la ziyadiyo la kordhiyo waxa ilay inta xadiid kan wiiga hore laba jeer la yiri maalintii wiiga ku xiga la yiri hal maalin uu قاب كان لوحدة يي لوشان قويي وحنا صهو تلماما يا أكو صارو ريمتشرو لكن وحوي اجتهاد أي علماء كو اجتهاد ريكو دادانينو أي شعلا يستين وحسن مطلوب كاهي مركا شرعي قوي إنك دون إياوني وحوي إنا إنو تعريب إنا إنو إيري بيبوه إنو هاد با عادد السيطاي بقدر أمبا للرباقوف يا حقا لها إنو كبرا رقوه حقي سيو كبرارو وقارو إن لو يبوهيو شيئانو قرسودي نقنن أيوم بالا روا وعلى علمه فإذا كان شيء ليس ذا بال كبير
شيء هدان وارن وين صاحب اهلين فانه يعرب فتره وحو هنا يا فتره يا حلي يغلب على الظن مرها كغالب نغريصو ان صاحبه وقف جيرها يكف انه كتشوكسني عن طلبه دوني تانجيسا دل وحنا تسني على ذلك قرائن الاحوال حال ذا قرينويه وحياري لحريري التي تاسو وردت بها الحديث ويكس اروتي فسؤال مذي عن سرة فيها 100 دينار مذي وحي سؤاش حديث قوح كيم سرة يكيش بقول ديناري كتران وسؤال من سؤال بوها عن ذهب وفضة لويدي وسؤال من سؤال بوها عن ضالة الغنم والإبل ونحو ذلك بعضيذي آلي يجال لويدي فكلها أشياء ذا قيمة ذات قيمة وأشياء قيمة له قيموين إليهم لا يكف فاقدها كوايك تشوكسن ما عن طلبها غالبا سيدا بضن في أقل من سنة سند وحكير والله أعلم وحو شاق الله يهدي أرنكو آنو يساقوا بالي أرن يقيم وين آنو لحين قفقوا وحو يبوهين أيهون فترة يمدو ما لها مركا قفقا إيكا غالب نقون أيسو إنو قفقا إسكاقا حريو هدى إسكا إلاوين وحاقاي مركا العقيرو عن سير هدنين أياد مركا ميرها كهشي مهرا داد هرتيدا أياد لواتن دولار إيا طوان دولار إيو أياد كهشي أما وحان سيو وينين مركا دي ويقي يلا با ويقي إيو أياد مركا دادك ميرها مرا إيو مهرا داها إيو والوحيدين ويديا العقل انقود عضي ما أركتين marka hadii weeyga hadii gaadha ma la weeydiyo qofkii way iska ilaa weeyaba marka qofkii deewey iska milkinaya way iska isticmaalaya arindana waxa tusinaya bay leeyihiin qaraayindii ya waxyaalaha la xiriirsan ahwaashi ay xadiidu ku soo aroortay oo misalan xadiida qaar xod waxa la weeydiinayay deekiishka 100 dinaar ku jiraan waka ila 3 sano marka xadiidii gaarsiiyay mid waxa la weeydiinayay dahab iyo fiddo mid waxa la weeydiinayay ari iyo geel marka waa ashiya qiimo leh oo qofkii marka waayay aanu deed dalabkeedii doonideedii aanu joojinaynin sanad wax ka yar marka sanadkaas ayaga wax yar qiimaha la yaboohinaya rabi'an marfrad yakuru ta'rifu wuxuu noqonayaa yaboohintu fil amaakinil aama meelaha caamka walo suuqi iyo suuqyada wala abwaabil masajid iyo masajid albaabadeeda wa naxwiha iyo wixii lamida haythu ma yajtami'u an-naasu dadku ay isugu yimaadaan oo yagsuru wayukthiru min wahan waliba badsanaya ta'rif gaayibo hinda fi mawdi'i wujoodaha maashi laga helay laana al-ghaliba an yatluba hawa inu ka dalbo faaqidaha ki way fihi inu ka dalbo wayugra wahan la kareysta an yu'arriba fi al-masjid masjid ka inu ku ta'rifiyo ku yabohiyo لأن ولما فيه وحق صغير من رفع الصوت عدك أكر روغو قاضي يوم وتشويش على المصلين يددك تكري والذاكرين فيه يكون لها يكون سيئة وتشويش لقرين يوم وقد ورد الزجر دين ما يتشوشين عن هذا لقد تشوشين بقوله صلى الله عليه وسلم قصة أروري من سمع رجولا كمغلن هوانا ينوى الله منهم ينشد ضال بادك يبوهن في المسجد فليقول هاي لا رد الله عليك لا ردها إلى هاي كوكما لا ردها الله إلى هاي كوكما سوعليو شيء قبا ذي كانوا من مساجد كي يبوين عليها كرخاك فإن المساجد لم تبنى مساجد لهذا الله مرسين أخرجه مسلم يا مسلم باوري وعي لاي العلماء من أفراد وها تعريف قاي يبوين تاسي أي كدع عيسى ما لها عامك ay dadku marka ay isugu yimaadaan aswaaqda iyo suuqyada albaabada masaajida iyo wixii la mid ah meelaha ay dadku marka ay isugu yimaadaan ayuu ka yaboohiraya wuxuu waliba yaboohinta ku badinayaa meeshii marka laga helay meeshana marka ayada aad buu tagayaa ugu noqnoqonayaa ayuu ugu yaboohinaya laamo sida badan waxa weeye qofkii way waa inuu halka deeki raadinay haddii suuqa marka aad ka hesho oo aad koonaha magaalada iyo kooniyasha ee masajida meelahaas marka aad ka yimaahiso de macnaheedu waxa uu muuqataa marka inaad khiyaamaynayso laana qofkii halyanka waayay de waxa laga yabaa inaan marka meelaha xaafadaha fufuga inaan u tagine meelahi uu ka waayay masajida ku dhow iyo suuqyada iyo maqaaxiyaha ku dhow ayuu marka qofku ka yimaahinaya
وحي ليه العلماء وحى لك رئيسا إنو مساجدك لحدي سكي بوهيو أولا دور بعد ذا سايقل انتهي يا أركي محايا لي وحى كسو إن يبوهين تا مركا مساجدك لك يبوهين أيو دي عدكر لوقو قادة يو عدان مركا دي آنا هاين مركا قرآن كا إيا مركا ددك وحشي قودة مو ياري وحك لمساجدك مركا إن كر لوقو قادة لما أقلا تشويش يدو الله خلقالين يددك تكري يكو إلهي عسي إبا قصو غرن دي نهي يزجرين يديد من النبي صلى الله عليه وسلم حقيسة ويكسو قلاتو حديثك إمام مسلم ورين أيو وعلي من سمع رجلا قفقا مقلدن هوين ايدينا واللميري ضال إيبا هذه مساجدك كي يبوهين أي ولو أربادي دا يا أركي ورشاي قاسايا قلو بي يا أركي هاي لا هذا قفوري با إلهي كوكوما سعودية باديات مساجدك يبو هنيسو محايا لهم مساجد لو مرسين إن بادي لك يبو هي أرمها سوكرة سرادي حس إلهي قرآن أخرسي أي الله نسي مركا واقف قيلها شيء قاسايا مقن وحا لم يدو أينا لم معنا قف قاسرالة وحا سان هري وحا سان هيا إنو مركا إسنا إلا ذا مساجد اللي يبادو دور شيء قاسايا بان هيا إستغنى هل كي مركز وعي أن لغو أقرأي مركزين إلى هذو بادي دا سائقا مقن أي أركي كي هيينا مركزين إلى بادي دا سان هيا أي مركزين مقن تميدنا لما أقرأ لأن المساعدين لم تبنى لهذا واحد لأنه هو إسكو علو مركز قوة كي يبو هي كي هري هدو يهي ومركز كي يبو هي ليور بادي دا سان هيا iya hadu marka kii ay ka maqrayd oo yahay baadida arkayaytay labado marka isku mid weeyeen waayna culimada way yusathna min hada waxa laga soo reebaya almasjidul haram masjid ya masjidul haram ka ay makka ayaa laga soo reebaya fa ina yujuzu fihi wa banayhi laana man yashudu akayboinaya fi ghayrihi meelaha kale muttahamun وعلى قوته ميسري أنه يفعل ذلك إنه سبايون من أجل أن يتمكن اللغة من أن يتمكن اللغة من أن يتملك اللغة إنه بعد ذلك ملكي بلع تعليبه يبوه انت إذا وهذا المعنى معنى أنا غير موجود وامد أن مركة تشرين هون جوغين في من يشد قبك يبوه هنا لغة لغة المسجد الحرام المسجد الحرام اللغة كي يبوه هنا أي دارين داس مجرتو لأن تعليبها لمصلحة مالكها مالك هذا مسلحة ذي وحفظها أيو يبوهن أيام إذن إن الملتقيد كان قاضي ليس له مسؤول أن يتولكها الملكين دهدو كما علمت سيد سوء قاتي وحي الله يرى علماته كسور هبيان مساجد أين وحلق يبوهيو مسجد الحرام كأيد مسجد المدينة مسجد الأقصي مساجد هو أوين أي ملاك سور هبيان إنك استمرك إن حد وشاق مركا يسوي كقار يري مسجد الحرام وهي مسجد الحرام بكو مساجد وحلاه يعني لو ذا مساجد مسجد المدينية مسجد المركا أقصى أيوة مساجد كلايين لم يدي هنا مسجد الحرام كأيو كصور يبغى وحي لي مسجد الحرام كأيو وحلاه يبغى هي رحلي صاب بنان لأنه وحي لي قف مساجد كلا كي يبغى هنا يا تهمات بعد شرتين ومسجد كان وجي يبغى هنا يو إنه ضدك مركا وغيسيه سمركا هدي وعدي رهيد وايو إنه مركا شيئا ملكية تعريف إنه يبو هنده ذا كدبو ياشو معناها سنمد شرم ماها قفقا بادي كي يبو هنا ما يشده لغة مسجد الحرم مسجد الحرم قال لغة ديسة يباديسة قفقا مسجد الحرم كي يبو هنا معناها سمد شرقه لأنه قفقا مسجد الحرم كي يبو هنا وحو يبو هنا مصلحة دا قفقا لهاي إلى الانتهي ذا لأنه قف جاني هدو يبوهي أو يبوهي أو يبمرنا ما ملكين مايو قف جاني هم بوحي إدا سيمرك هم قرى صارين وحي لي مساجدة كلاوحا لو دي دي هاي قف جاني مركو يبوهي أو شاكشي كدي منو ملكي أو يشابو دوني أما مسجد الحرام كا إساقا مر نبا قف جاني من ملكين يوم يالان ايه قف جاني هاي يمبو حفظين ايه وحينا هذا كاس فهم والذين نراه كان أركينا وحوي أن هذا الكلام هذا الكريم لا ينطبق كمدة والميو أما يعني خص عن ما على النداء الواقع على الضالة بادية اللي قد واقعيو بالمكبرات الصوتية وحيانا عدك وينيئة للأيام في هذه الأيام مع المهم
التي تسو ينادى بها للصلوات صلاتها الله قل لأن الصوت لا يكون في المسجد صوت مساجد من نقول اليوم وكل ما هنالك وحق السهل قاسرة إنما هو استعانة واك المجلس بهذه المكبرات وحيارها ملك عودك وينين إياه لأنها توصل النداء عودك وحي قارسين إيسا إلى مكرة ميرو لا تصل إليها نجالين أصواتنا سددك عدد كودو ولعل الحاجة وعلى رقباه دون داعية من يقول إلى ذلك كام ولا سيما سب في المدن مقالوينك التي تاسو اتصعت أي مركان واسع نغطي رقعتها بدك هذا أمام مساحة هذا أي بلارتي أو كثرة وبطي ساكنوها كوة دقني مع كثرة الانتقالي أيضا بدنت قرقورك أي وريق بين أحيائها حفظه هذا وبقاعها دولك هذا لو وريق يوم فلا داعية وحقو ياني يمجره لاستنكار هذا النداء دواقة مركا إن لديده وإن كان الأولى حبا هذا الاستغناء عنه إن لك عبدالله اللهم إذا كان النداء نريد دواق من أجل ضياع الطفل أو طفلة إن وحلوقو يانا يالك دواقة يالك يوهين يانو يحي الملومي إن ريا إلى مدكو ضربها عدير فإن نرى وحنرغ إن أنه قد يكون واجبا إن واجب مغضاء الله ولما فيه وحقوس من إحياء النفس نبدا نولين ديدام ودفع ترويع أهلي عليهم إيا أرققح مرقاس إيا أرققح قرين دي أهل كليسي ولقى دفاعيه وكفكفة دمعه إيا المذيسي ومرقه اللقو علينا الذي يعني الماس قد يطوله إنو ديراد الله أرخو حتى يعثر عليه أهلو إلا أهل كليسي مرقاس أي كهليان لولا هذا النداء هدان ولو قاسي كريم الله تعالى أعلم وحي الله العلماء هل كان كتاب يقرأ وحوق اجتهادا وأي مركة سميين أي نوغوشة وحي لادين أرين دال الله يهي مساجد وحبال لك يبوهن ما يو قوفي مراك يبوهن وحتى لادين إلهي كوكما سوعليو وحي الله ينكما الدبول ما يو أما يعني كدرير ما يو كسعون ما يو إن هذا الكاسي دواغ مانتا شاي بادي دا هالغا دواغي لغا شاكو وحيالها الميكريفون ندن عدك ويني يألا ليام المهن إيه سرادها اللوغو دواغي اللوغو أدمو وحيالين لأنه صوتك أي عدكاسي دي مساجد كي من نقريو وحويان وحا مرقا لغا قسوغان نواك هالميسيون وحيالها عدك مرقا لالين إيه توريا أو مرقا لك هالميسان يوي oo codkii ayaa waxa gaarsiisa meera aan dadka codkoodi aanu gaarinin macnaa siiba waxa weeye waa codkan dabada codka gudaha ma aha hadii qoraalay mi ka masajid keenani cod sare oo sabacadaha sare oo dabada u baxaya iyo cod gudaha uu leeyahay marka waxay leeyeen codka dabada u baxaya isagu sabacadaha dabada ka baxayeen isagu gudaha ka baxaynin hadii laga sheego oo la yiraahdo warbaadi aan gaas ya arkay ama baadi asaanu haynaayale waxa weeye de masajidkii lagama dhaxdhawaaqno masajidii waxba lagama yimoohin mikrofoonada samaacadaha ah ee ku xiran marka masajidka minaaradihiisa ayun baa la adeegsay codkii la dhaxmariyayo si marka de umar farabadan oo laga yaabo afarta daamoodii magaalada codkaasi inuu gaaro oo dadka codkooda caadiga ah hadii marka la adeegsay aanu gaarin أيوم ما مركها لو أديك سنة يوم أي إلى ذيهم حاجة يبا هنا رين دواء كينا يسايو دي مقالو ينكا مركها إميكا رقعدود رقعدود وحال لغو ذا بدكو ذي مساحة ذا يكون فرياني أي بلارتي إعدادك الدقين أي فربديهين إعدادك مركها دي أي سعونا ياري مد مركها شعبك تقيا مد أيوه قيدي مد علامدات تقيا مد هلك الحراولي حقين تقيا دادك أي مركها ساي سعونا ياري وحقلوا ميام waxa weeye waxyaalaha lagu gaarsiin karo wax lagu ogeysiin kara waxa weeye uu dee mikrofoonada marka dabada in lagu gaarsiyo wayn kaana awla bayna istigraacnu ayaday marka sida fiican waliba tahay taalabdeedana in laga kaaftoomo oo aan marka waxba la adeegsanino sidii kale marka lagu gaarsiinayo lagu gaarsiyo de maanta marba ilaa xiliba waxba jiree waxa jiree telefishinna marka laga sheegaya إذا عدها لقى سيدينيا
imika de facebook somal la dhigaya iyo marka wixii lamid aho loobaba baahnaa marka in masajid microphone kiyo laga sheego loobaba baahnaa marka wixii yaraay imika qof qoro hal aliyariya adduunka meel walba si yaro fudud ayuu marka u gaarayaa loobaba baahnaa marka masajidiga in laga sheego in laga qabto marka wareegsan may leeyin laakiin waxa hadana ka soo reebayaan waxay leeyeen hadii wax dhaxan lumay ee la daydeeya tifli aw tifla inan yar ama inan yar markaas uu yahay ayada taasi waxaba dhici karta inay waajib tahay oy waajib noqoto in microphone-ka masaajidka ee dibadda laga sheego laano naf muslima oo naf markaa la noolaynayo la badbaadinayo weeye argagaxa markaa ehelkiisa iyo reerkiisii ku dhacay oo la difcinayo weeye kafkafo markaa joojin lagu samaynayo damcigiisi iyo ilmadiisii laga yaabo markaa dee ilmo yaro inuu beer cadaan laayo maantoo dhan oo yidhaha in dee ehelkiisii markaa ay ka helayaan yacnii ayaa markaa lagu joojinayaa oo haddana ehelkiisi yarindaysta markaa beer cadaad iyo yacnii waxa ku imanaya oo hin fara badan marka hadduu ilmo yahay isagu xuunkii baadida waa uu ka baxsan yahay oo waxay leeyihin markaa macnihii daallada male nafda ilaalinteeduna dee maqaasidda shareecada ayay ka mid tahay markaa taana waa ay ka soo reebeen nafaqatu tacriif waa nafaqadii iyo biilkii ama kharashkii yaboohinta lilmultaqidi waxa u sugnaaday kii helay baadida ee qaaday an yaquuma inuu ku qumu la yimaado bitacriifi yaboohinta binafsihi inuu yaboohiyo walow waxa u sugnaaday an yaquuma bihi bigayrihi cid kale inuu adeegsado markaa tacriifinta yaboohinta ugu qumo fain ixtaaja ilaa nafaqatin hadduu baahdo kaanad haadihi nafaqa cala almaaliki ninkii ilaahabay korkiisa ahaanaysaa liannahu limaslaxati milkii weeye faima an yadfaca alqaadiinu min bayti lmaali baytulmaal ha ka bixiyo waima an yaqtarida min almultaqidi inuu ka amaahdo ow gayrihi cala almaaliki maaliga korkiisa uu ku amaahdo ow ya'mura almultaqida inuu faro bidafcahaa inuu u dhiibo liyarjica biha cala almaaliki si ugu noqdo ow yabiica maynu ibiyo jusan minhaa qayb ka mida fii daalika kaa fain anfaqa almultaqidu hadduu min maalihi ka bixiyo duuna idni alxaakimi xaakimigoon idmin kaana daalika tabarucan minhu tabaruc ayuu ka ahaanaya laa yulzamu bihi almaaliku oo aan maalikii lagu laasiminin in dahara hadduu soo baxo waxay leeyihiin yaboohintu waxaa dhici kartaa inay qarash u baahato haddaba qofkan multaqidka ahee baadida qaaday hadduu isagu yaboohinayo oo nafahandiisa u yaboohinayo isagu meelaha marmarayu masaajidays hortaagayo waa leeyahay qof aan haleelaynin inuu yahay oo cid kale inuu yidhaahdo hebelow orodo ama ilmihiisii ama shaqaalihiisii ama qof kale inuu yidhaahdo soo yaboohiyo meelaha soo marmarna wuu leeyahay hadday yaboohintaasi nafaqo u baahato iyo masaariif oo masalan jornaal buu ku qorayaa idaacad buu ka sii daynayaa tv buu ka sii daynayaa mid buu leeyahay markaa bayshaaga geli qarash buu u baahan yahay muxuu markaa samaynayaa nafaqada iyo qarashka yaboohinta ku baxaya waxaa lagu yeelanayaa horta ninka shaygan lubay leh ayaa lagu yeelanayaa leanna waa maslaxadda iyo danta milkigiisii lagu ilaalinayo laakiin iminka dee isagii lama hayo masaalix wixiina waa loo baahan yahay see la odhanayaa dee waxaa horta arrinta uu gaarsiinayaa qaadiga iyo garsooraha markaa iminka dee hawshaa qaabilsan markaa qaadigaa dee haddii xoolo muslimiinta ka wada dhexeeyo baytulmaalka ama bangiga muslimiinta ayaa laga dhiibayaa haddii halkaa aanay waxba ku jirin wuxuu ka amaahanayaa qaadigu ninkan qaaday ayuu ka amaahan ama cid kale ayuu ka amaahanno uu ka bixinayaa kadibna cala almaaliki baa lagu yeelanayaayo ninkan waxaa looga amaahanaya baadida qaaday ama cidda kale in maaliga lagu yeesho bixiyo ama ninkan baadida qaaday baa odhanaya qarashka bixi garsooni baa odhanaya ama qaadiga baa odhanaya qarashka bixi si uu markaa dee hadhowto ninkii maaliga ha uga qaato ama wuxuu odhanayaa qayb ka mida iibiyo waxaad ku bixisaa markaa yaboohinta qarashkeeda ku bixi markaa haddii uu dee qarashka isagu bixinayo iyo hadduu cid kale ka qaadayo ama hadduu doonayo qayb ka mida inuu meel kasta waa inay garsoore martaa hadduu doonayo ninkaa inuu hadhowto ugu noqdo
هديو لكن بحيو كي ملتقي كمال كي سكب بحيو يسوون حاكم كي مركا إذا نوقع قادرين أريد أسي تبرع بين قنا يسايو هذا وتم مركا ونيك مالك هصبحه لقول لازمين ماي هدو يسكب بحيو وأنا واحد قرصارة مرنين هدو نيكي له هديدو له هذاني هذا القرصار يا محكمة دول سكان وان بحنا يا هدي كلا يقولي واحد مركا لو حكومة يا مشرو هدو ده قرادو مركا سينا ونعكسه مركا واحد قصاد بحنا يصاد عيد كلا كوب بحنا يصاد واحد لقى مرمان يا دوني سقف قيل لقول حنا ينات كقادو وين المحكمة ده مرسا هذا ذي مك أبد إيه ضد مركز ديان مساريب ده ولا لقول حين لقول ديبو أما روحي دوار هذا يود كي يسوي دوني سنك يا كود يا عي هذا وتيني وحي سينا يسا أي كود الله عضو أما يعني وين مركز محكمة دي قرصور خلا مريا والله إذا قف قال سأبد كي سيد يا عي وأنا مصروف يا هذا مركو يمادنا وأن كود الله عيا marka hadhow tamarku yimaado 10 sano hadduu maqraado maxkamada ka jareysa laakiin haday iska rabo tuluqsato wuu wasee marka in badan dhacdo ama marka in dareerkooda ama iska rabo tuluqsadaan waxa weeye de waajib marka waxay marka hor ilaahay geysteen oo ilaahay ajriyada ay ku leeyihiin weeye hadhow tamarka lagu ma qabsan karo lagu ma daaweyn karo anwaacu ma yultaqadu wa kayfiyatu tasarrufi